مبدئيا يا مجدي الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، متشكر جدا. قول لي في الجو بقى كان احساسك ايه؟ فكرت في ايه وانت في الجو؟ الحقيقه انا كنت معايا تيم حلو جدا جدا وهم اللي طمنوني بصراحه، وبعدين احنا طلعنا الاول عند 8000 فيت، وساعتها في مجموعه نطت، فالواحد وهو بيودعهم كده حس بالامان، وبعد كده طلعنا على 15 فيت، فده يعني ايه خلاص، ما يعني الناس اللي نطت دي كويسه يبقى احنا كنا كويسين احنا كمان، بس لا بجد كانت تجربه عظيمه. فمغامرتنا النهارده ايه كانت اصعب لحظه عندك من اول ما كنت في الطياره لحد ما نزلت على الارض؟ هي بصراحه كانت اصعب لحظه وانا داخل المطار، يعني لاني ما كنتش عارف وانا بترعش عشان بردان ولا عشان خايف، فدي اللي كانت مربكه شويه. طب مناسبة دماغك وانت يعني في مرحله كده قاعدين فيها على البحر وفي مارينا الغردقه، عايزك تقول لي لو انت في مركب لوحدك هتاخد مين معاك من المشاهير؟ اثنين من المشاهير. فمثلا مين بصراحه هقول لك، مثلا يعني اكتر حد ممكن تنبسط معاه وانت قاعد معاه يعني في قاعده لطفي لبيب. طيب اشهر المعالم اللي زرتها في الغردقه وعايز تقول للناس تعالوا زوروا ده في الغردقه، ايه هي الاماكن دي؟ بص، الغردقه مدينه جميله جدا وفيها كل حاجه، فالحقيقه يعني اي سبوت في الغردقه هتلاقي نفسك فيه، يعني من الشوارع للفنادق للبحر للجبل للصحراء، هتلاقي ذوقك هيبقى موجود في المدينه دي اكيد. مجدي انت اثبتت انك مغامر جامد جدا وده باين دلوقتي في كلامك، بس هنتاكد اكتر اما نسمع الفويس نوت اللي سجلتها قبل ما تطلع الطياره. ممكن نسمعها ونعرف انت قلت فيها ايه؟ الفويس نوت اللي انا سجلتها وانا خايف؟ ايوه، او نعرفش انت كنت خايف ولا لا. بس دلوقتي نسمعها. انا بقول لنفسي في الفويس نوت دي ان انا كمغامر جامد جدا. مغامر كويس. كنت واخد رتبة مغامر كويس، فانا جاهز لهذه المغامره وانا فخور جدا بيا، واتمنى ان انا اتواضع في هذه المغامره، ومتحمس اشوف الادرينالين والدوبامين والسيروتونين كلهم مع بعض هيعملوا ايه. يلا الحمد لله على السلامه. يا رساله من عالم اخر.